السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير يا ربي. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم طريقه اللي غتخليك تنظفي وتعقمي وفي نفس الوقت تحافظي على ريحه رائعه في الحمام ديالك، وهادشي كله في 10 دقائق فقط. واول حاجه غادي نبدا بها هما القرقرات، لانهم اكثر بلايص كيطلعوا الريحه الخايبه وكذلك كيجمعوا الميكروبات. غادي نخدم معهم بيكربونات دسود وكذلك غندير معهم الخل. ولا كنتي مازال ما زرتينيش في الانستغرام، مرحبا بيك. الانستغرام ديالي هو فدوى تيراب لويت شانيل. اما بالنسبه للخل اللي كنخدم، فتندير الخل ديال الطعام العادي، بامكانك كذلك استعمال خل ديال التنظيف. المهم اللي كان عندك هذاك التفاعل هو حنا اللي باغينو، ديال البيكربونات زائد الخل، في نفس الوقت كيطلع اللون اللي كان شي لون اصفر، وفي نفس الوقت كيقضي على الميكروبات. اما بالنسبه للبيكربونات فمعروف انها كتمص الريحه الكريهه. دونك اي قرقره عندي في الحمام غادي ندير لها الطريقه، ونتلاقاو ونشوفوا التتمه. قبل ما ندوزوا الخطوة الثانية في تنظيف الحمام، بغيت نشارك معكم واحد القاعدة أساسية في التنظيف، سواء الحمام أو المطبخ إلى آخره. أي سطح عمل أو أي بلاصة نظفتيها ضروري تمسحيها بمنديل ناشف، باش هكا كتأكدي تنظيفك ديك البلاصة، وداك اللمعان كيعطيك التأكيد والدقة ديال أنك نظفتي. ودابا غندوزو للخطوة الثانية اللي هي أساسية في تنظيف الحمام، واللي هي مسيح ديال المرايات. علاش المراية؟ لأنها أول حاجة من كتدخلي كتشوفيها. فاش كتدخلي وكتلقايها نقية، كتحسي بأن الحمام كله نظيف. فحرصي دائما على تلميع وتنظيف المراية جيدا. ثالث خطوة، وكوني متأكدة إلا جربتيها ما تبقيش تقدي تستغني عليها، لأنني أنا نهار جربتها صافي، هذه عادة من أساسياتي في الحمام، هما هاد المناديل المبللة اللي تنخوي فيهم الكول بنسبة 70%. تنخوي تقريبا على حساب كاس، ولكن البنات الكمية اللي غادي تخوي على حساب انتي والمناديل المبللة ديالك شحال فيهم. أنا بالنسبة لهاد الكمية درت ليها كاس ديال الكول اللي بورسونتاج ديالو 70%، كندوزها تقريبا على كاع البلايص، كنضمن واحد الريحه منعاودش لكم رائعه، وفي نفس الوقت واحد التعقيم راكم عارفين الكول، وكتنظف وكتلمع. انا متاكده الا جربتيها غتربحي بها بزاف الوقت، وغتربحي فيها تنظيم وتعقيم مضمونين بزاف. فكنتمنى انكم تبداو تجربوها حاجه واحده، ما ديروش بحالي بحال واحد النهار كنت هذوك المناديل اون فوا كنسالي منهم كنلوحهم في البلاصه ديال التواليت وتسدات. دونك هادو البنات من كتمسحيهم كتلوحيهم في البوبال باش هكا ما يسدولكش التواليت ديالك. حاجه واحده اللي غناكد عليها البنات، مورا اي مسيح درتو وبان لكم داكشي مبلل، غادي تاخدي منديل ناشف وغتحاولي تدوزي باش هكا تضمني اللمعه ديالك. انا ديما تنقولها من اساسياتي في التنظيف، اون فوا كنسالي شي حاجه ما كنتسناش حتى كتنشف، ديك الساعه كندوز عليها بمنديل ناشف باش كنضمن اللمعه ديال التنظيف ديالي. ودابا غنستمر غنمسح كل حاجه في بلاصتها، ونتلاقاو نشوفوا التتمه. وهنا غادي تلاحظوا البنات انني نقص بزاف ديال لي زاكسيسوار، حيت قد ما كانوا قل قد ما كيكون عندك المسيح والشقه اقل. وهذا البوال البنات انا خديته من اسواق السلام، والثمن ديالو 15 درهم، صراحه عجبني بزاف. غادي نستغلو في الديكور، وكذلك غنستغلو باش يطلق لي ريحه زوينه. غندير فيه الكرتون وغنزيد عليه ملعقه كبيره ديال زيت جونسون، وغندير فوقه البلونت ارتيفيسيال، غيعطيني منظر زوين، وفي نفس الوقت غادي يطلق ريحه زوينه. وهذه القضيه حاولي ديريها تقريبا ثلاثه المرات في السيمانه، كيبقى لك الحمام ديالك دائما الريحه ديالو زوينه. اما بالنسبه لطريقتي كيفاش نظمت المجوره، وكذلك كيفاش دخلت بزاف لي رونجمون في الحمام ديالي، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش الفيديو.
التسيح ديال الكرسي كناخد ديك الشيطه اللي انا كنكون ديجا مخليها في المعقم، وكذلك شويه ديال البيكربونات، وكنحاول نغسل بها الداخل ديال الكرسي. اما بالنسبه للبلاصه ديال الماء فانا كنخوي عليها جافيل باش هكا كيضمن ليا بياض وتعقيم في ديك البلاصه بالضبط، كنخليها 20 دقيقه ومن بعد كنخوي عليها الماء. اخر مره البنات كنت شاركت معكم ان داكشي اللي شريت ديال الانوكس وحطيته في الحمام صدى ليا، واليوم غادي نحاول انني نحيد داك الصدى وفي نفس الوقت نرجع له ديك اللمعان ديالو، وغادي نخدم واحد المسحوق اللي شريت واجد، حيت راه اليوم نشارك معكم فقط الاشياء السريعه. غادي نخليه تقريبا في 5 دقائق، يعني غادي نرشه ونخليه 5 دقائق. كتلاحظوا معايا هاد البوبال ما صداتش، ولكن داك طبايع واخا غسلتهم بالمسحوق العادي ما بغاوش يحيدوا، فقلت اليوم ندير هذا الملمع ونشوف واش فعلا كما كيهضروا عليه الناس واش غيحيد لي الطبايع ويحيد لي الصدى ولا لا. دونك غادي نرشو وغادي نخليه 5 دقائق وغنتلاقاو باش نشوفوا واش بصح حيد داكشي ولا لا. ومن بعد غادي نجيب الشيفونه ديالي وغادي نحاول نحك بها، نحك بها كاع البلايص. وفعلا البنات لمعان كاين، ولكن كاينين بعض النقاط اللي حيدوا وكاينين بعض النقاط اللي ما حيدوش. اما بالنسبه للصدى حيد جزء منه، داك الجزء الكبير بزاف ما حيدش، بقى واحد النقيطات شويه. دونك هذا بالنسبه ليا صراحه راه مزيان، غير هو ماشي ايفيكاس لديك الدرجه اللي زعما نقولوا واو راه غيحيد لينا كلشي، ولكن كيدير لمعه زوينه. اما الا كان شي صدى اللي هو يا كبير ما كيحيدوش، ولا كانت شي طبعه اللي هي قديمه، انا انتم غتشوفوا بالنسبه لديال البوبال ما حيدش، بالنسبه ديال الصدى بقاو بعض النقيطات في الجناب. غادي نحاول انني ندير لهم صباغه في تقريبا نفس اللون، صباغه ديال الضفار نقلب على نفس اللون. بالنسبه لهاد البلاصه البنات شنو كندير فيها؟ انا كندير فيها ديتو وكندير فيها بيكربونات دو سود وكنخليها. اما بالنسبه لهاد بابي جينيك فكناخد داك زيت ديال جانسون وكنحطو الوسط وكنعلقو. منعاودش لكم الريحه كيف دايره البنات، كتكون ريحه غزاله، وفي نفس الوقت هاد الطريقه كتخلي لي الريحه في الحمام مزيان، والطريقه الثانيه كنضمن بها تنظيف سريع لداخل الكرسي. اما بالنسبه لبلاصه البوبال هانتوما غتشوفوا بان الفوق غيبقى بعض الطبيعات، ولكن في الجناب ديالو غيتمسح كلشي. دونك هو ماشي خايب وماشي واو، متوسط. دونك دابا بعد ما نظفته غادي نحاول انني نحط فيها الصاك ديال البوبال اللي غادي نحاول نزيد عليها ملعقه ديال البيكربونات باش هكا الريحه الخايبه واخا تجي مع الزبل هذاك البيكربونات يمص ليا الريحه الخايبه. خليكم مع باقي الحيل ونتلاقاو باش تشوفوا التتمه. وبهذا غادي نستمر في التنظيف ديال اي بلاصه بانت ليا خاصها تتعقم، بحال البلاصه اللي تتقيس بها باش يخرج الماء، البلاصه ديال لي زانتيريبتور، اي بلاصه كتقاس فيها الايد الا وغندوز عليها داك المناديل المبلله المعقمه بالالكول باش هكا كنعرف راسي راه اي حاجه تقاست سواء شتا ولا مشتاش راني عقمتها. دابا غندوزو لهاد البلاصه الفوقانيه وغنحاول هاد المره نستغلها استغلال اللي غادي ينفعني. هاد ديال البنات كنت حيدتها، ولكن لقيت بانني ما عنديش بلاصه فين غادي ندير دوك الورق ديال الحمام، فبالتالي رجعت كما كان ودرت ديك البلونط اللي درت فيها نفس الطريقه، درت فيها حتى هي الكرتون ودرت فيها جونسون. اما بالنسبه لهادي فدرت فيها نصف كاس ديال الكول زائد ربع كاس ديال جونسون، وخديت هادو اللي كيطلقوا الريحه. لما كانوش عندك هادو تقدري ديري دوك العويدات ديال الشوا ديال الخشب، حتى هما البنات راه كيخليو ان الريحه تعود في الحمام كامل. وهذا هو الشكل كي كتشوفوا. انا صراحه دابا جاني اكثر عملي من انني نبقى دايره غير لي بلونطو هكا. دونك هذا هو الشكل النهائي بعد ما نظفت. اما بالنسبه لهاد المناديل فغادي نخليها تحت الكرسي باش تكون ليا قريبه. حاجه اخيره غنصحك بها هو الارضيه، بعد ما تنظفيها حرصي على اي بلاصه تقدر تجيب لك الماء تحطي فيها بحال هكايا شي طابي. انا بالنسبه لي حطيت تحت البلاصه ديال الدوش لان اكثر بلاصه كتكون فيها الماء اكيد، ومن كتخرجي اكيد غادي يطبع لك داكشي في الارض، فباش تضمني ان حتى حاجه ما تطبع ديري شي طابيه بحال هكا. وهذيك الطابيه البنات خديتها من سانيلي، راه كاينه في مرجان، كاينه انفاس مع مرجان بالنسبه للناس اللي راهم في المحمديه، والثمن ديالها تقريبا خديتها ب 100 درهم. دونك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه وتاخذوا منه افكار وحيل. خليتكم في امان الله.